من رحمة الله الكريم وفضله إرشادنا بهداية القرآن، فيه غذاء الروح إذ تحيا به وبه تذوق حلاوة الإيمان، وكذاك زاد الصحة المنشود في آي الكتاب بأوضح التبيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في لقاء جديد من زاد الصحة. اليوم بإذن الله سوف نتحدث عن وظيفة مهمة من وظائف الجهاز المناعي، وحديثنا بإذن الله حول دور الجهاز المناعي في حماية خصوصية الإنسان. فتأمل الأعضاء في أجسامنا سبحان مبدعها بذا الإتقان. الجهاز المناعي يحافظ على خصوصية الإنسان، فلا يستطيع أحد أن يقوم بنقل دم أو نقل أعضاء من إنسان إلى إنسان، وحتى عملية نقل الدم أو نقل الأعضاء، زراعة الأعضاء، لا تتم إلا بعد أن يتم إجراء التحاليل والاختبارات الدقيقة للتأكد من التوافق، ما يسمى الكومباتيبيليتي تيست، التوافق، يتم التأكد من توافق المعطي، أنسجة المعطي أو دم المعطي مع المستقبل، وحتى في عملية زراعة الأعضاء، وبعد أن يتم التأكد من كل الشروط القائمة المطلوبة في المرتبطة بالتوافق ما بين المستقبل المعطي، يخضع المريض الذي تم نقل أو تم زراعة كلى أو كبد أو زراعة أي عضو، يخضع لعلاج مطول يشمل العديد من الأدوية التي تعمل على تطبيط، على تقليل المناعة حتى لا يتم طرد هذا العضو، على الرغم من أن هناك توافق ما بين سبحان الله المعطي والمتبرع والمتبرع والمستقبل، لكن الجهاز المناعي لا يقبل، يقوم بالرفض، لذلك يتم إعطاء من يقوم بزراعة الأعضاء أدوية قوية الغرض منها تقليل المناعة. فالحديث اليوم عن دور الجهاز المناعي في حماية الخصوصية، وخصوصية الدم تتمثل بما يعرف فصائل الدم. نعم، فصائل الدم عبارة عن جزء من منظومة الجهاز المناعي. لماذا؟ لأن السبب هناك في مستضاد ومضاد، مستضاد ومضاد. طبعا قبل الخوض وشرح عملية الفصائل المختلفة وكيف التفريق بينها، سوف أقوم بتوضيح معنى كلمة مستضاد والمضاد. جميعنا سمع كلمة مضاد، مضاد حيوي. مضاد هو شيء ضد، يعمل ضد على مهاجمة. فجسم الإنسان أو بشكل عام هناك ما يسمى المستضاد أو مولد الضاد. طبعا أنا سوف أعرف باللغة العربية، لكن بعد كذا نتيجة لطول الكلمة المصطلح باللغة الإنجليزية العربية سوف أتحدث باللغة الإنجليزية. المستضاد يسمى الأنتيجينز أو مولد الضاد. هذا المستضاد أو الأنتيجينز عبارة عن مركب أو جزيء، إما يكون بروتيني أو بروتيني سكري. هذا المستضاد أو الأنتيجينز يعمل على إثارة الجهاز المناعي. ماذا يعمل الجهاز المناعي؟ يعمل على إنتاج مضاد يسمى الأنتيباديز. إذن الآن لدينا مستضاد أو مولد الضد اللي هو الأنتيجينز، وعندنا كذلك المضاد اللي هو الأنتيباديز. فالفصائل المختلفة في جسم الإنسان تصنف بناء على وجود أو غياب الأنتيجينز المستضاد. فأي أنتيجينز أو مستضاد عندما يدخل مثل ما قلت يعمل على إثارة الجهاز المناعي، وعلى ضوء هذا الكلام الجهاز المناعي يعمل على تكوين مضادات تعمل على مهاجمة المستضاد. لكن من رحمة الله عز وجل المستضاد اللي موجود أو الأنتيجينس اللي موجود في أجسامنا، المضاد الذي يقابله يكون مغاير. لماذا؟ حتى لا نهاجم الخلايا.
يعني تخيل إذا كان المستضد والمضاد مطابق لهاجمت هذه المضادات كرة الدم الحمراء ولا يعني أدى إلى تكسرات في كرات الدم. فطبيعة كرات الدم الحمراء أن تحمل مستضد أنتيجينز وتحمل لابد أن تحمل مضاد مغاير حتى لا يتم تكسر. ومن نعمة الله علينا ظهرت الكثير من التحاليل التي تؤكد من تطابق. كان في السابق عندما يتم نقل الدم تصير وفاة وتصير مشاكل ومضاعفات كبيرة، لكن التحاليل الآن سهلت وبينت التوافق بين فصائل الدم. طبعا المتابع للدم، الدم قد يكون هو نفس المشاهد للدم، يقول الدم هو نفسه، لكن في الأصل الدم يختلف. وهناك نظامين للتصنيف الفصائل، في نظام الـ ABO وفي نظام الريزوز. الريزوز هو اسم فصيلة القرود التي تم اكتشافها. فالآن قبل أن يتم نقل الدم من المتبرع للمستقبل يخضع الدم لتحاليل دقيقة للتأكد حتى لا يتم تكسر. إذا صار خطأ في نقل الفصيلة أو عدم التأكد من المطابقة قد يؤدي إلى تكسرات في الدم ومضاعفات كبيرة ومنها الفشل الكلوي. لذلك يتم الخضوع لتحاليل. النظام الأول نظام الـ ABO، كل كرة دم حمراء فيها مستضد أنتيجينز على السطح، وعلى ضوء السطح يتم يعني تسميتها الفصائل يا إما A أو B. ففصيلة A على سبيل المثال تحمل أنتيجين A وفصيلة B تحمل أنتيجين B، لكن مثل ما قلنا الضاد أو المضاد لازم يكون مختلف، لأنه إذا تساوى المضاد مثل ما شرحت في البداية، إذا تساوى المضاد مع المستضد ممكن يؤدي إلى تكسر، وهذا غير موجود في جسم الإنسان. هناك أربع فصائل موجودة في جسم الإنسان، فصيلة O و A B و A B. الفصيلة الأكثر شيوع فصيلة O، أكثر شيوع منتشرة، والأقل هي فصيلة A B. فصيلة O هذه الفصيلة تتميز بأنها لا تحتوي على أنتيجين، لكن تحتوي أو تملك المضادات جميعها. لذلك مسكين فصيلة O لا يستقبل إلا من نفسه، لا يستقبل دم، بينما يتبرع للجميع، يعطي الـ A و B ويعطي الـ A B. فصيلة A أو جروب A هذا عنده الأنتيجين A، لكن الضاد يكون مختلف، يستقبل فصيلة A من O ومن A، من نفسه ومن فصيلة O، وممكن يعطي أو يتبرع لمجموعة أو فصيلة A B أو يتبرع لنفسه. فصيلة B عندها الأنتيجين B، المضاد مختلف A، ففصيلة B ممكن تستقبل من نفس الشخص أو يستقبل من O ويتبرع لنفسه، يعني يتبرع لجروب B أو يتبرع لمجموعة أو فصيلة A B. فصيلة A B تملك نوعين من الأنتيجينز من المستضد الـ A والـ B، ولا توجد فيها أي مضادات، لذلك فهي تستقبل الدم من كل الفصائل، من كل الفصائل ممكن أن تستقبل، يعني متبرع ممكن يتبرع للـ A B. فمثل ما نلاحظ هنا الآن O ممكن يتبرع للجميع، يعطي الدم للـ A ولل B ولل A B، بينما ويسمى المتبرع هذا مسكين فصيلة A يعطي للناس كلها، لكن للأسف لا يستقبل إلا من نفس الفصيلة، بينما فصيلة A B هذا يستقبل من الناس كلها لكن ما يعطي إلا لنفسه، يعني عنده في نوع من الأنانية فيه. النظام الثاني نظام الريزوس. الريزوس هذا وجود أنتيجينات، إذا وجدت هذه الأنتيجينات في جسم الإنسان سميت الفصيلة فصيلة موجبة. إذا وجدت على سطح كرة الدم الأنتيجين أو المستضد RH تسمى فصيلة موجبة، يعني يكون O موجب، A موجب، B موجب أو AB موجب. وإن لم تكن موجودة هذه الأنتيجينات سميت الفصيلة بالسالب. فإذا التقسيمين الأكثر شيوع الـ ABO والـ RH، طبعا الـ RH موجب هو الأكثر شيوع في المجتمع تقريبا 85%. لذلك الآن هناك حرص شديد قبل نقل الدم للتأكد من المطابقة حتى لا يعني ينتج عن عملية نقل الدم المشاكل والمضاعفات. ومثل ما قلنا هذا يعزى إلى دور الجهاز المناعي في الحفاظ على خصوصية جسم الإنسان. وهنا نحب أن نذكر يعني من ضمن أهمية الجهاز المناعي في الحفاظ على الخصوصية ما يصير ما بين الأم والجنين. في بعض الأحيان الأم الدم في الأم قد يهاجم الجنين إذا صار تعارض في الـ RH في الريزوز،
يعني في بعض الأحيان تكون الأم مثلا لا تحمل الـ RH، تكون RH نيجاتيف، فصيلتها سالبة، والجنين في البطن يكون موجب، أخذ الانتجينات هذه من الأب. فحرصا حرصا من منع تكوين مضادات في الأم ضد هذه الريزوس، يتم حقن الأم مباشرة بمضادات الريزوس حتى لا تكون في مستقبل مضادات تهاجم الجنين في البطن. فمثل ما قلت، يعني الجهاز المناعي وظيفته حماية الجسم من أي مؤثرات كانت داخلية أو خارجية. قبل العلاج وقاية وحماية، وهما بوحي الله مذكوران. هناك بعض المشاكل الصحية المتعلقة بنقل الدم. في حالة تم نقل الدم ولم يتم التأكد من المطابقة والموافقة ما بين المتبرع والمستقبل، قد تكون هناك مشاكل حقيقية. وهذه المشاكل تتراوح من حيث الحدة، منها المتوسط ومنها الحاد، وقد يكون القاتل. فلذلك الأطباء والفنيون في مختبرات الدم حريصون على دراسة الدم وإجراء التحاليل الضرورية والمطلوبة قبل البدء بنقل الدم. هذه الأعراض أو هذه المشاكل مثل ما قلت إما تكون بسيطة، تتمثل بأعراض شبيهة بأعراض التحسس، يعني إحمرار، حكة، سخونة في الجسم، وقد تكون قوية. في بعض الأحيان ممكن يكون هناك تكسرات في كرات الدم ويحدث فشل كلوي، أو يحدث احتشاء في الرئة وضيق نفس، فقر دم شديد، ممكن يصير إغماء وفقدان للوعي. ناهيك عن الأمراض التي ممكن أن تنقل بواسطة الدم، وهذه الأمراض أو العدوى تشمل الطفيليات وبعض الفيروسات، ومنها فيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز، أو الصفار، التهاب الكبد الوبائي بي وجيم. لذلك طبعا نحن ننصح بإجراء عملية، وتسمى عملية نقل الدم في المستشفيات وفي المراكز المتخصصة، تجنبا لكل هذه المشاكل. ولا ننسى أن نشير وننوه إلى أهمية الاحتفاظ بالأغراض الشخصية، يعني الأمور الشخصية مثل فرشة الأسنان، أدوات الحلاقة، الأشياء الشخصية لا ينبغي أن يتم تبادلها بين الناس، حرصا على منع انتشار بعض الأمراض. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ الجميع. في سنة المختار طب رائع، ووقاية الأرواح والأبدان. هناك قائمة طويلة من المركبات والمكملات الغذائية بإذن الله التي تعزز هذا الجهاز الحيوي، هذا الجهاز الهام في جسم الإنسان. لكن حقيقة قبل الخوض في هذه القائمة أحب أن أضع مثال. إذا كان لأحدكم سيارة مثلا تعمل على البنزين، هل ممكن أن تقوم بتعبئة الخزان بمادة بوقود غير البنزين كالكيروسين أو أي مادة أخرى؟ بالطبع الإجابة لا. إذا كان عندك براد أو ثلاجة تعمل على كهرباء قوة 110 مثلا فولت، هل سوف تقوم بتوصيلها بتيار كهربائي يحمل قوة أكبر 220؟ بالطبع الإجابة لا. لماذا؟ لأن الصانع قد أراد أو قد وضع هذه المواصفات. نفس الكلام ينطبق على جسم الإنسان. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ببنيان محدد، بتركيبة وظيفية محددة، وقد وضع المولى عز وجل منهج للتعامل مع هذا الإنسان من حيث الغذاء، من حيث التعامل بكل الجوانب. فإذا الإنسان انحرف عن هذا المنهج يتحمل النتائج. هناك حقيقة للأسف في يعني انحراف في السلوكيات المطلوبة، يعني قد يكون الجانب الدعائي، الغياب الوعي، على الرغم الآن الحمد لله فضل الله صارت المادة العلمية والثقافة متاحة،
سهولة الوصول إليها. لكن للأسف الشديد الكثير من الناس يعني لا ينتبه للأمور الصحية إلا بعد ما يقع مثل ما يقال الفأس على الرأس، بعد ما يصاب بالمرض أو يصاب ب يعني شيء في الصحة، يبحث عن يحاول إعادة الخط والالتزام بالنمط الحياتي الصحيح، الوقت يكون قد يعني فات للأسف الشديد. هناك قائمة بإذن الله تعزز من هذا الجهاز الحيوي، وأول شيء مهم لجسم الإنسان الحالة النفسية. الحالة النفسية مهمة جدا للحفاظ على متانة ونشاط الجهاز المناعي، بل على العكس الهم والحزن يؤدي إلى ضعف وإلى وهن الجهاز المناعي وكل الوظائف المترتبة والمتعلقة بهذا الجهاز الحيوي. فطبعا الهم والحزن قد يصيب أي إنسان، جميعنا بشر، والجميع قد يصاب بابتلاء بمصائب بشيء يكدر الحياة، لكن نتعلم كيف نتعامل مع مثل هذه الظروف. فإذا ما أصيب الإنسان يعني بابتلاء يعني يتذكر هدف الأول والأخير هو قضاء المولى عز وجل، وما أصابك لم يكن ليخطئك. والله سبحانه وتعالى يعني ذكر في القرآن في أكثر من موقع الهم والحزن إما منهي ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون، لا تحزن إن الله معنا، أو ذكر من في فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من الهم والحزن. الهم والحزن وهذا الاكتئاب والتغيرات النفسية تؤدي إلى تغيرات فسيولوجية وتغيرات هرمونية تؤدي إلى اضطراب وضعف في الجهاز المناعي وأجهزة أخرى. الواحد قدر المستطاع يحاول أن يتعامل، يحاول يعني إذا ما أصابه ابتلاء يحاول يعني يتذكر قرآن، يتذكر الإيمان خيره وشره، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يعني بعض الأحيان آية بإذن الله قد تكون فيها شفاء. والإنسان إذا ابتلى الله سبحانه وتعالى يتذكر إنه هذا يعني سبحان الله، وما ما أصاب الإنسان من ابتلاء إلا يعقبه، يعني ما يعقب الحزن إلا سعادة، ولا يعقب الحرمان إلا عطاء. وهذا ليس قولي، هذا قول ربي، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فنسأل الله أن يفرج الهم والأحزان عن كل المسلمين. وكذلك من ضمن الأشياء التي ممكن واحد يتعامل معها إذا أصيب بابتلاء أو حزن، طبيعة النمط الغذائي أثناء هذه المشكلة. من أفضل وأحسن الغذاء الذي ممكن يتناول في هذه الأثناء، أثناء الابتلاء أو أثناء المشاكل النفسية، أو إذا أصيب الإنسان بمصيبة أو أصابه ابتلاء أو هم أو حزن، هو وجبة غذائية وقد تكون سنة مهجورة تسمى التلبينة. التلبينة من أهم الوجبات التي ممكن أن يتناولها أو تفيد في حين إذا تم تناولها في هذه الأثناء، تفيد بإذن الله الإنسان وتقوي من الطاقة وتقوي من الجهاز المناعي. التلبينة سميت بالتلبينة لأنها شبيهة باللبن من حيث الشكل والرقة، وكما جاء عن عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالتداوي بالتلبينة قائلا في التلبينة إنها مجمة لفؤاد المريض ومذهبة للحزن. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أصيب إنسان أو مات أحد كان يوصي بإرسال برمة تلبينة لمن أصابه ابتلاء. وسبحان الله، وجاء العلم وجاءت الأبحاث لتؤكد حقيقة وفائدة التلبينة. طبعا أبحاث سردت الكثير والكثير من الفوائد المتعلقة بالتلبينة. منها طبعا أنا عندما نتحدث عن التلبينة نتحدث عن الشعير وفوائد الشعير وأهمية الشعير. فالتلبينة ما هي عبارة إلا عن شعير مطحون بالنخالة بالقشر مع كوب ماء
وعلى نار هادئة لمدة 5 دقائق، وممكن يضاف إليها حليب أو عسل لغرض يعني الاستصاغة وخصوصا للأطفال. هذه هي التلبينة. شعير مطحون بالنخالة بالماء على نار دافئة وإضافة العسل والحليب لها. إيش الفوائد؟ ما هي الفوائد؟ الفوائد طويلة، اسمعوا. مقوية للمناعة، وهذا صلب الموضوع، مقوية للجهاز المناعي، تقلل من الاكتئاب، تنقي الجسم من الأكسدة والجذور الحرة التي تأتي بالأمراض، تعمل على صحة أو صديقة للقلب، تقوي القلب، مهمة لصحة الأمعاء، اضطراب القولون، القولون العصبي، الإمساك المزمن، تمنع البواسير، تمنع السرطان، مفيدة للمرارة وتمنع بإذن الله حصل مرارة. الناس الذين يبحثون عن الحمية في الشعير، الحمية فهو يعطي الطاقة ويعطي الإحساس والشعور بالشبع مع تقليل الوزن، مفيد لمرضى السكر، مفيد لهشاشة العظام، مفيد لنمو الأطفال، يقلل علامات الشيخوخة للنساء، يحسن من نظر البشرة، مضر للحليب بإذن الله. فوائد طويلة. وللأسف الشديد يعني المتتبع الآن لوضعنا، نحن لا نأكل الشعير، نعتمد بشكل رئيس على القمح، وليس القمح الكامل، القمح الأبيض منزوع القشرة، بل ومضاف إليه المحسنات، بينما تم إهمال الشعير. فالرسالة التي نوجهها هو الاهتمام بالشعير. الشعير مقدم ومفضل على القمح، فإن لم نستطع أن نخبز في البيوت الشعير كاملا بالنخالة، ممكن عمل التلبينة، هي سنة وهي مفيدة، والأمر ليس بمعقد. واحد ممكن يعمل طحين كامل للشعير، ومثل ما قلنا يقوم بطهيه بالماء الدافئ مع الحليب والعسل. طبعا القائمة طويلة للمواد التي تعزز المناعة، بإذن الله نكملها إن شاء الله في لقاء قادم. إلى ذلكم الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من رحمة الله الكريم وفضله إرشادنا بهداية القرآن، فيه غذاء الروح إذ تحيا به، وبه تذوق حلاوة الإيمان، وكذاك زاد الصحة المنشود في آي الكتاب بأوضح التبيان، في سنة المختار طب رائع ووقاية الأرواح والأبدان.